التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك صباح اليوم بقصر قضيبية، حيث تم خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني ومسار التطورات الإقليمية والدولية. خلال اللقاء أعرب سموهما عن ارتياحهما لما يبديه العالم من تفهم لخطورة المنظمات الإرهابية وأثرها على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدين سموهما أن مملكة البحرين تقدر المواقف الدولية المساندة للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، ومنها قرار البرلمان البريطاني بطلب من الحكومة البريطانية باعتبار عدد من التجمعات البحرينية الخارجة عن القانون ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لدى بريطانيا، مشيرين سموهما إلى أن مملكة البحرين مستمرة في التعاون مع أشقائها وحلفائها للتصدي بحزم للإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله. وتطرق سموهما خلال اللقاء إلى خطط الحكومة وبرامجها التنموية، حيث أكد سموهما حرص الحكومة على تبني المبادرات التي تكفل الاستغلال الأمثل للطاقة، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة أغراض التنمية وحماية البيئة.